من الشارقة مع إبراهيم الجروان نائب مدير عام مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد إبراهيم. هكذا ظواهر بيئية نتحدث اليوم عن خسوف جزئي للقمر، غياب الشمس، ماذا تعني؟ كيف يجب نحن كمواطنين أن ننظر إليها؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ظاهرة الخسوف القمري هي من الظواهر الطبيعية المعتادة التي ممكن أن نشاهدها من مرة إلى ثلاث مرات في السنة في مجمل الكرة الأرضية، وهي ناتجة عن وقوع القمر في منطقة ظل الأرض. هي احتجاب القمر بوجوده في منطقة ظل الأرض. هذه المرة أو في الليلة هاي تقريبا بعد نصف ساعة من الآن تبدأ ظاهرة الخسوف الجزئي. استمر الظاهرة لمدة ساعتين، هو بيبدأ بالتحديد الساعة 9:23 من مساء اليوم، بيستمر لغاية الساعة 11:18، بيصل إلى ذروة الحالة في الساعة 10:30، بيكون نسبة الجزء المخفي أو الجزء المستتر من القمر بحدود 25%، فهو خسوف جزئي سيؤثر على القمر الليلة. ما العوامل التي تؤدي لهكذا ظواهر فلكية سيد إبراهيم؟ طبعا هي الظواهر المعتادة، مثل ما قلنا القمر في دورته العادية يدور حول الأرض. في بعض الأحيان اللي تسمى العقدتين الفلكيتين، العقدة الكسوفية، يمر القمر في منطقة ظل الأرض مثل اللي هي الوقت الحالي، فعندئذ تحصل ظاهرة الخسوف القمري. عادة ما يتبع الخسوف القمري أو الكسوف، يعني عادة ما تتزامن ظاهرتان في نفس الوقت. مشاهد احنا في دولة الإمارات أو بيشاهد الكرة الأرضية حاليا خسوف قمري، بعد أسبوعين بتاريخ 21 أغسطس مشاهد كسوف كلي للشمس، لكن طبعا مش حيشاهد في دولة الإمارات، بيشاهد في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بيصير يعني أوتوماتيكيا بعد ما بعد ما يبدأ الخسوف الجزئي. طيب الخسوف الجزئي للقمر مصاحبة بعض، الخسوف سواء جزئي أو كلي مصاحبة لبعضها. الخسوف الجزئي اليوم عندما نتحدث عن هذه الظاهرة، كيف يتم رصدها؟ ومنذ متى مثلا تعلمون بأنها ستحدث اليوم؟ طبعا بالنسبة لنعلم فالحسابات الفلكية حاليا دقيقة، وعندنا تنبؤات أو توقعات لغاية حتى أكثر من 100 سنة جاية. العام المقبل 2018 بتحدث فيه خمس ظواهر بين الخسوف القمري والكسوف الشمسي. طبعا خسوف كنتم تعلمون حتى التاريخ، تعلمون من قبل، يعني تعلمون العام حتى الساعة حتى بالدقيقة نعلمها. فالحمد لله العلم تطور، خاصة بوجود الحاسوب أصبح الأمر أكثر دقة. بالنسبة لعملية رصد الخسوف اليوم بتكون بجميع الظواهر حتى بالعين المجردة، بنميز ظاهرة الخسوف القمري. بيبدأ اللي هو الجزء اللي هي المستتر من القمر يأخذ اللون الأحمر النحاسي. طبعا هذا نتيجة أن بعض لطبيعة الضوء بعض طول الطيف للضوء الأحمر عادة أطول من بقية الأمواج، يظل اللي هو اللون الأحمر هو الباقي أو المؤثر فيه. طبعا هذا التأثير باللون الأحمر هو في الغلاف الجوي للأرض وليس على القمر مباشرة. أنا أشكرك جزيلا. نعم أعذر. بالمنظار أو بالتلسكوب في جميع وسائل الرصد بيكون ممتع عملية الرصد، ونتمنى أيضا أن يشاهده المواطنون إن شاء الله في جميع. أنا أشكرك جزيلا من الشارقة سيد إبراهيم الجروان نائب مدير عام مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. شكرا سيد إبراهيم.